في مثل هذا الوقت من السنة تتوجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو تفعيل تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة لحماية العمال من ضربات الشمس والإنهاك الحراري ممن ينتمون لمختلف المنشآت وفي مجال البناء على وجه الخصوص. دائما ما يبلغ الحر ذروته في شهري يوليو وأغسطس بعد تحليل مدروس لبيانات الأرصاد الجوية التي خلصت إلى ارتفاع نسبتي الرطوبة والحرارة خلال هذين الشهرين، الأمر الذي ينذر بكثرة مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس التي من الممكن أن تستهدف حياة العمال في أماكن عملهم داخل المنشآت التي يعملون لديها. لذلك يأتي الموعد المناسب في هذا الوقت من السنة لإحياء روح القرار الوزاري من جديد، قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يحمل رقم 3 لعام 2013 بعد الاتفاق مع أطراف الإنتاج والجهات ذات العلاقة الذين ساهموا في تحقيق نسبة التزام عالية في إتمام هذا القرار، وصلت إلى 98.6% العام الفائت. خطة عملية توعوية تتبنى تطبيقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإنجاح كل نسخة من تنفيذ هذا القرار الذي يقف متحيزا بجانب العنصر الرئيسي في العملية الانتاجية ألا وهو العامل. خطة تتمثل بتكثيف الحملات الإعلامية عبر نشر المطبوعات المتنوعة لوضعها في الشوارع الرئيسية وفي المواقع الإنشائية والصناعية، بل وتوزيعها على فئة العمال المستهدفة على وجه الخصوص، ناهيك عن فعاليات تثقيفية تشترك بتنظيمها الوزارة مع مختلف السفارات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة. دواع إنتاجية تقف وراء حتمية تطبيق الصيغة الحرفية لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، حيث تأتي في مقدمتها حماية العمال من ضربات الشمس والإنهاك الحراري وحوادث السقوط. ثانيا، أداء العمل بصورة مريحة وإنتاجية مرتفعة. ثالثا، توطيد العلاقة الإنسانية والصحية بين صاحب العمل والعمال، فضلا على أن هذا القرار لا يحمل صاحب العمل أي كلفة إضافية لكونه يحتاج إلى تنظيم وهيكلة وقت العمل فقط. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح الدوسري. بداية سعادة الوكيل أهلا بك، يعني أين تكمن الجوهرة الحقيقية في تطبيق هذا القرار؟ تطبيق هذا القرار منذ أن أصدر سعادة الوزير قرار في 2007 إلى اليوم، يعني وجدنا أن في ارتياح كبير محافظة على صحة العمال وخاصة ممن يتعرضون لضربات الشمس لا قدر الله والإجهاد الحراري أو أمراض الصيف. لاحظنا أن النسبة عمال تزيد، يعني كانت في البداية من 2007 إلى 2013 70%، وصلت الحين لا إله الحمد أكثر من 70% ل 2016، وهذا يعتبر نجاح في المحافظة على صحة العمال، ويشكرون أصحاب الأعمال على المبادرة بتطبيق هذا القرار بسهولة. نعم. يعني وبمرونة وباقتناع من عندهم أن العمال هم الثروة الحقيقية. صحيح. وهذا ما نجده دائما. صحيح. في مملكة البحرين. يعني سعادة الوكيل، يعني عدد الشركات المستهدفة، يعني إلى جانب ذلك، هل وجدتم أي صعوبة في تعميم تنفيذ هذا القرار من قبل الشركات المدرجة؟ هذا القرار يستهدف جميع العاملين في الأماكن المكشوفة أو اللي تعرض حق الشمس، وعدد الشركات أو المنشآت المستهدفة تقريبا 34,000 منشأة يعملون، منهم الشركات الكبرى مالت المقاولات أو الإنشاءات. في البداية عندما طبق القرار في 2007 نعم حصلنا يعني إشكالية في إيجاد مواقع العمل، ولكن الله الحمد بتعاون الجماعة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتزويدنا، خاصة شؤون البلديات بتزويدنا بمواقع العمل، لأن مفتشين يزورون لكن لا يجدون أي لوحة بإمكانهم تثبت يعني من هو المقاول الرئيسي أو من هو المقاول الجانبي
وصاحب الملك لأن مبنى وفي مجموعة من العمال، ولكن ما في أي معلومات، وأصبحت مشكلة في تحرير المخالفة. ولكن بتعاون الإخوان في شؤون البلديات أصبحنا نستلم منهم قوائم بالرخص أولا بأول، وهذه مسهل مهمتنا. في يعني تفاعلهم مستمر. تفاعلهم مستمر ولا زالوا يشكرون عليه. نعم. يعني من وراء هذا تطبيق هذا القرار سعادة الوكيل، من المؤكد أن يعني أنه يوجد العديد من العوائد الإيجابية التي قد يلمسها العامل من جهة، وأيضا العملية الإنتاجية على وجه العموم من جهة خاصة. حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. أخي الفاضل، أنا لن أذهب بعيدا، يعني فوز مملكة البحرين في مجلس الإدارة كعضو أصيل هذا يعتبر من الإنجازات التي حافظنا على سمعة العمالة وصحتها وبيئة العمل، وهذا ما أعطى انطباع للدول سواء العربية والخليجية أو العالمية أن مملكة البحرين تقدم المبادرات الجيدة للمحافظة على صحة العمال. صحيح. وهذا أحد القرارات اللي سندنا يعني. وثانيا يعني الإخوان في وزارة الصحة يشكرون على كل الشكر على دعمهم، لتزودنا بالتقرير أن نسبة الإصابات بأمراض الصيف أو الإجهاد الحراري أو لا قدر الله السقوط نزلت إلى يعني أزيد من 70%، وهذا جهد يشكرون عليه. وأنا أعتقد أن هذا يعني مضامين القرار إنسانية أكثر منها تنظيم عمالي أو تنظيم بيئة العمل. صحيح. سعادة الوكيل صباح الدوسري، وأنت وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كنت معنا هنا ضيف الاستديو. شكرا جزيلا لك. يسلمك ويسعدني أن أكون وياكم أي وقت. شكرا. الله يسلمك. شكرا. أخيرا وليس آخرا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القرار بفعل مثبت.